بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، وهي فليحذر الذين يخالفون، وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليحذر، هذه لام الأمر، والفعل مجزوم بها. ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحد أمرين، تصيبهم فتنة هذه أشد، وهي الشرك. تصيبهم فتنة يعني الشرك كما يأتي، أو يصيبهم عذاب أليم مؤلم، وهذا أخف من الشرك. وعلى كل حال، هذا فيه تحذير من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصح سنده فليس له خيار فيه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، بل يلزمه أن يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية تفسير آية براءة، وهي اتخذوا أحبارهم. تفسير آية براءة سورة التوبة، وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم، أي اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وهم النصارى. فالأحبار من اليهود والنصارى والرهبان يعني العباد من النصارى. ولا شك أن الأحبار أكثر علم من الرهبان، ومع هذا عاب الله عليهم أنهم يأخذون أقوال أحبارهم ورهبانهم ويعملون به، ولا يأخذون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحذير ممن يقدم أقوال العلماء والعباد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، لما سمع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكان نصرانيا من نصارى طيء مثل أبيه، ثم أسلم، من الله عليه بالإسلام وأسلم، عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان قائدا من قواد جيوش المسلمين. لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم. فهم أن اتخاذهم أربابا هو عبادتهم، فهم هذا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المراد،
أليسوا يحلون؟ قال له: أليسوا يحلون ما حرم الله أتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. ففسر صلى الله عليه وسلم عبادة اليهود عبادة الأحبار والرهبان بأنه تحليل الحرام تحريم الحلال، يغيرون أحكام الله سبحانه وتعالى فيطيعونهم في ذلك. فتلك عبادتهم، لأنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله جل وعلا. التحليل والتحريم يرجع إلى الله، هو الذي يحلل ويحرم على حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة: تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد. نعم، تمثيل أبي بكر رضي الله عنه ببكر وعمر، تمثيل ابن عباس مثل طاعتهم للعلماء والأمراء بقوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ قال: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. عقوبة له ليقدم، هل يقدم قال أبي بكر وقال عمر؟ فكيف بالذي يقدم من ليس كذلك، من ليس عنده علم ولا، كيف بذلك؟ لا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد، كائنا من كان. وذلك في قضية فسخ الحج إلى العمرة. قال لهم هذا بمناسبة أنهم يرون منع فسخ الحج إلى العمرة، فلا يرون ذلك رضي الله عنهما من أجل أن يعمر البيت، يخافون إذا جمع بين الحج والعمرة أنه لا يأتي للعمرة مرة ثانية على مدار السنة فيهجر البيت بسبب ذلك. هذا مرادهم رضي الله عنه. ومع هذا قال ابن عباس هذه المقالة. الرسول أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة في حجة الوداع، أن يجعلوها عمرة ويتحللوا من إحرامهم الحل الكامل، ثم يحرمون بالحج متمتعين. أبو بكر وعمر يرون أنه لا يتمتع بالعمرة إلى الحج لأجل أن يعمر البيت في سائر السنة، أنهم إذا جمعوا بينهم في سفرة واحدة للحج يقولون يتعطل زيارة البيت، هذا قصدهم. ولكن هذا لا يعارض به أمر الله ورسوله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول فأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان رحمهما الله. نعم، وتمثيل أحمد لسفيان الثوري، سفيان الثوري إمام التابعين
مثل به أنه لا يقدم قوله على ما له من العلم وجلالة القدر، لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لا يجوز رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأي عالم من العلماء ولو كان أبو بكر وعمر. نعم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. الولاية وتسمى الولاية. نعم. الأولياء، اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله من الغلو فيهم، يغلون فيهم حتى يعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويضرون. نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. اي نعم، عبد من دون الله من ليس من الصالحين، من ليس مثل أبي بكر وعمر، وعبد. نعم. إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى. نعم، يعبدون أناسا يعترفون أنهم ليسوا من الصالحين، وأنهم لم يركعوا لله ركعة، ولا يعرفون بدين، وإنما يقولون هؤلاء أولياء من أولياء الله، ولا حرج عليهم فيما يفعلون لأنهم وصلوا. كذا تقول الصوفية في رؤسائهم. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعبد بالمعنى الثاني وطاعة العلماء من هو من الجاهلين، يعظمونه ويقولون هذا شيخ له رؤيا، شيخ له كذا، شيخ له. ما يصلح هذا، هذا دين الله عز وجل، ما يتلاعب به ولا يتساهل فيه ويمنح العباد والرهبان، يمنحون حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك أكمل. أولئك الذين لعنهم الله. نعم. أولئك الذين، نعم، اقرأ. أولئك الذين لعنهم الله. عندك يعني أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. كيف قرأتها كما قلت؟ ها؟ نعم. أولئك الذين ما يحفظ القرآن. نعم. الرهبة يا شيخ. ها؟ أقول الرهبة، أحسن الله إليك. ها؟ أقول الرهبة. من الرهبة؟ نعم. من أنت راهب منه؟
نعم، هذه أشد من الأولى. نعم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. يعلم الله ما في قلوبهم وهو النفاق والعياذ بالله. نعم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. أعرض عنهم، أعرض عنهم، هذا تهديد لهم. إذا أعرض عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يرجى لهم؟ نعم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عظهم عن هذا القول، ازجرهم عن هذا القول، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ففيه بيان أنه يجب بيان الحق وتوضيحه، ولا يجوز السكوت على جهل الجاهلين والمتعالمين، لا بد من بيان الحق والصدع به. نعم. وتعليم الجاهل وتذكير الغافل. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. العماد هذا لقب له، وله اسمه إسماعيل، ابن كثير اسمه إسماعيل، لكن يلقب بعماد الدين. عماد الدين اختصر على المصنف، قال العماد، وهو عماد الدين كذا. نعم. والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، يقول ابن كثير رحمه الله. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كانت بين يهودي وبين واحد من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى عمر، نتحاكم إلى، نعم، نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر، نتحاكم إلى عمر. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بالواقع، فقال: أهكذا؟ قالوا: نعم. فسل السيف وقتل هذا المنافق الذي يقول نتحاكم إلى عمر ولا نتحاكم إلى الكتاب والسنة. نعم. والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. الطاغوت مشتق من الطغيان، طاغوت مشتق من الطغيان، والطواغيت كما قال ابن القيم كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده. نعم، مأخوذ من الطغيان. نعم، فتجاوز الحد هذا طغيان. نعم. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أو مطاع في غير طاعة الله، نعم، فهو طاغوت. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عبادة المؤمنين أن يكفروا به، عباده المؤمنين أن يكفروا به. نعم. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. نعم، تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى من يحكم بهما، لا من يحكم بالقوانين أو يحكم بالأنظمة ويقول هذا أصلح للناس وهذا. نعم. فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده. نعم. وخرج عما شرعه الله ورسوله،
وأنزله منزلة لا يستحقها. نعم، أنزل هذا الذي تحاكم إليه منزلة لا يستحقها. نعم. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. نعم، وهذا أشد. نعم. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. نعم، لأن المسلم التقي لا يرضى بذلك. نعم. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم، هذه الآيات من سورة يونس. هذه من سورة يونس. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، نعم، ثم نقول للذين أشركوا، ويوم نحشرهم جميعا. نعم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا، يعني يلزموا مكانكم ولا تتعدوه. نعم، فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم. نعم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأوا منهم في يوم القيامة، تبرأوا منهم. نعم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قد يكونون ميتين ويعبدونهم من دون الله، ميتين ما دروا عنهم، ميتون. نعم، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو تختبر كل نفس عملها الذي قدمته، هل هو صحيح أو غير صحيح. نعم، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. نعم، وضل عنهم ما كانوا يفترون في هذا الموقف. نعم، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة عليهم السلام الذين يعبدون الملائكة، يسأل الله الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، نزهون الله سبحانه وتعالى، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، يعني الجن الشياطين هم الذين أمروهم بذلك، أما الملائكة فحاشا وكلا. نعم، وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غيرهم أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، عبادتهم للطاغوت وليست عبادتهم لذلك الرجل الصالح، عبادتهم للذي أمرهم بهذا وهو الشيطان. نعم، ويتبرأ منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. نعم، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا نعم، ينافي الشيطان هو الذي زين هذا لبني آدم لأنه عدوهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
حذرنا الله من هذا الشيطان. ولكن بعض الذين لا يفقهون لا ينتبهون لهذا التحذير. نعم. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، دعوة الأولياء والصالحين تنافي الصالحين، تنافي التوحيد. فمن يدعو غير الله من حي أو ميت أو جن أو إنس أو حجر أو شجر فإن هذا يكون خسارة عبادته يوم القيامة، تكون خسارة عليه، لأنه عبد من لا يستحق العبادة ووضع العبادة في غير موضعها. ولهذا يقول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. نعم. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله. هذا هو التوحيد الحق، الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله. نعم، من الأحياء والأموات والقبور والأضرحة وغيرها، كلها طاغوت. نعم. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، أنه يصرح بالبراءة ممن يعبدون غير الله، صرح بالبراءة. قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه من أتباعه إذ قالوا لقومهم من البابليين الذين هم في عهد إبراهيم عليه السلام. نعم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من قومهم، ولم تأخذهم الحمية الجاهلية على أن يدافعوا عنهم أو يتلطفوا معهم، بل قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهكذا المسلم، والدين ولاء وبراء، الدين هو الولاء والبراء، وما الدين إلا الحب والبغض والبراء، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. نعم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وكل من عبد هذه ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده. نعم، فقد جاوز به حده، فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت، وإن لم يرضى بهذا فهو لم يعبده، وإنما عبد الطاغوت الذي هو الشيطان. نعم. فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. العبادة حق لله جل وعلا، حق خالص لله عز وجل، لا يعبد مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة ولا الصالحون ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم، فجعل منهم وعبد الطاغوت، وعبد يعني عبد، وفي قراءة وعبد الطاغوت. نعم. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه. نعم، كذلك من يطلب تحاكم إلى القوانين الوضعية والأنظمة البشرية ويترك حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه مسلم،
يدعي أنه مسلم. نعم. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم، الله أمره أن يحكم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، بما أنزل الله من الوحي، ولا يحكم بينهم برأيه أو بما عليه الناس، لا، يحكم بما أنزل الله، الكتاب والسنة فيهما الكفاية ولله الحمد. نعم. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر بينهم يعني فيما اختلفوا فيه من الشجار وهو الخلاف. نعم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم، فيما عام هذا، في كل خلاف. نعم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولا يكفي التحكيم، بل لا بد أن يقتنعوا، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكرهونه أو يستثقلونه. نعم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا لله ولرسوله ولا يعترضوا، يقول نروح للقانونيين لينظروا فيه أو لفلان أو حتى العلماء يروحون لهم لعلهم يغيرون هذا الحكم وهو موافق للكتاب والسنة، يريدون أن يتخلصوا منه. نعم. فلا يجوز هذا، يقتنع بحكم الله ورسوله لك أو عليك. نعم. فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. نعم، هذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. نعم، وإن زعم أنه مؤمن لأنه أبطل إيمانه بتحاكمه إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. نعم. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك. نعم. وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما يزعمون فيه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا، زعم وليس حقيقة. نعم. آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون هذا ثم يناقضونه بتحاكمهم إلى غير ما أنزل الله. نعم. وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها. نعم. وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت، يعني قد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا به وهم يريدون أن يتحاكموا إليه. نعم. وين الامتثال؟ نعم.
وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. نعم، قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. نعم، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. نعم، والتوحيد هو أساس الإيمان. نعم، الذي التوحيد هو أصل الإيمان. نعم، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. نعم، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبادة الله تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان بالله. نعم، قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أن يبعدهم، يريد الشيطان إبليس لعنه الله وأعوان إبليس شياطين الإنس والجن يريدون أن يبعدوا المسلمين عن حكم الله ورسوله وأن يجلبوا لهم حكم الطاغوت، ويقولون هذا أصلح لكم، هذا أصلح للناس. نعم، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، هذا يعني إن حكم الله لا يصلح. ولذلك فيه من يقول الآن: ما هذا لأمة سبقت، القرآن والسنة لأمة سبقت، فلا بد أن نضع لنا أحكاما جديدة، وأما هذه أمور راحت وسبقت لمن قبلنا. يريدون أن يعطلوا القرآن. نعم، قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وليس خاصا بالشيطان من الجن، بل حتى شياطين الإنس وهم أشد، لأن الله قدم ذكر شياطين الإنس على شياطين الجن. شياطين الإنس قدمهم على شياطين الجن لخطرهم، خطر شياطين الإنس. نعم، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله. نعم، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، أكده بالمصدر وهو ضلالا. نعم، ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، أن تحكيم القوانين من إرادة الشيطان لا من إرادة الرحمن. نعم، الثاني أنه الإرادة الشرعية، يعني الإرادة الشرعية. نعم، الثاني أنه ضلال، الثاني أن ذلك ضلال. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ما هو ضلال سهل، يبعدهم عن الحق. نعم، الثالث تأكيده بالمصدر ضلالا. نعم، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا. نعم، فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد. نعم، وما أدله على أنه كلام من رب كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله:
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بيّن تعالى الله جل وعلا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأما المنافق فلا يقول هذا، نعم، وهو يدعي الإيمان، نعم. بيّن تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان، نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى فأنه من المنافقين. من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة في الخصومات في العقائد في كل شيء فأبى، هذا دليل على أنه من المنافقين، هم الذين يأبون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، نعم. قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن نعم مصدره صدودا. يصدون عنك صدودا، يصدون، نعم، لأن مصدره صدودا، نعم. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، نعم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. حتى الفتاوى وأقوال العلماء والفقهاء يجب أن ترد إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال، نعم. ولكن إذا كان قائله أو المفتي به مجتهدا فاجتهاده خطأ، وهو مغفور له لأنه بذل وسعه وجهده وهذا ما توصل إليه، نعم. فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا، نعم. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس، فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كون العلماء من ولاة الأمر يعني أن لهم أن يأمروا بالجهاد وبما يقوم به ولي الأمر من شؤون الأمة؟ لا، هم من ولاة الأمر من جهة الدين، من ولاة الأمر من جهة الدين، أما من جهة السياسة فهي إلى ولي الأمر، نعم، ما هي إليهم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عبادة الأحبار والرهبان هي في طاعتهم المجردة أم لأنهم يعتقدون فيهم الألوهية؟ طاعتهم مجردة إذا علموا أن قولهم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله فهي عبادة لهم، نعم، إذا أطاعهم وهو يعلم أن قولهم خطأ ومخالف للوحي، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعت عن جماعة تسمى أهل التوقف، يقول هل هم على صواب؟ لا، ليسوا على صواب، ليش يتوقفون؟ الحكم واضح ولله الحمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا لا يعلمون يسألون أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
ما يتوقفون، إن كانوا يعلمون يعملون بعلمهم، وإن كانوا لا يعلمون يسألون أهل العلم ولا يتوقفون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكون مسلما الذي ينكر ركنا من أركان الإيمان؟ نعم، لا يكون مسلما الذي ينكر ركنا من أركان الإيمان، لا يكون مسلما. الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، من أنكر واحدا منها فليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعذر بالجهل في الشرك؟ يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فلا يؤذر بالجهل، لأنه وصل إليه العلم فزال جهله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أحدهم إن الشرك في الحاكمية مثل الشرك في الألوهية، فهل كلامه صحيح؟ هذا قول الإخوان المسلمين، عندهم الدين هو الحاكمية، وهذا قول باطل. ما هو بالدين بالحاكمية فقط، الدين أشمل من هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يدعو الجيلاني ويقول أغثنا يا جيلاني؟ مشرك الذي يقول يا جيلاني يا عبد القادر، يا حتى لو قال يا رسول الله أغثني أو أعطني، كن مشركا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول: وهل يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالجهل وهو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع اليوم الحمد لله يذاع كل شيء من الدعوة إلى الله ومن الدروس، ومن هذا من حكمة الله لإقامة الحجة على عباده. الآن ينشر كل ما يقال من المواعظ ومن التذكير ومن الدروس النافعة، كله يذاع ويسمعونه الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من سجد لقبر أو دعا صاحب قبر هل يكفر بعينه؟ نعم، كفر بعينه إذا دعا صاحب القبر دعا غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كل من عبد من دون الله يسمى طاغوتا ولو كان من الصالحين؟ لا، هو ما هو بطاغوت، الصالح ما هو بطاغوت، لكن الطاغوت الذي أمره وهو الشيطان، الذي أمره هو الطاغوت وهو الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، أو هذه أسئلة كثيرة تسأل عن التفصيل في حكم ما في الحكم بما بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله فله أحوال مذكورة، وذكرها الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه، فلتراجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التحاكم إلى ما يسمى بأعراف القبائل وعاداتهم هل يدخل في باب التحاكم إلى الطاغوت؟ نعم، يدخل في التحاكم، كل ما حكم به وهو من غير الكتاب والسنة فهو تحاكم إلى الطاغوت. الأعراف القبلية والعادات والتقاليد، ولا يجوز التحكيم إلا للكتاب والسنة فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم استخدام السبحة للذكر؟ إذا كان يتخذها للعد فقط، عد التسبيحات فقط، فلا بأس بذلك. ما إذا كان يأخذها يعتقد أن فيها فضيلة مثل ما تعتقده الصوفية في سبحهم، فهذا لا يجوز، ليس لها فضيلة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول أن الكفار لا يخلدون في النار؟ من يقول هذا؟ الله جل وعلا يقول فيها هم فيها خالدون، وهو يقول ما يخلدون. اللي ما يخلدون عصاة الموحدين، إذا دخلوها بكبائرهم ومحصوا يخرجون منها ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم فإذا تكاملوا دخلوا الجنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يحتج بعض المرجئة بحديث النبي في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول: فكيف الرد على مثل هذا؟ إيه، يقولها ويعتقدها، أو يقولها لفظ فقط، يقولها ويعتقدها حتى يحاج له الرسول بأنه مؤمن وأنه أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله، أرجو شرح هذه العبارة. لازم يحضر كلام الشيخ، نشوفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لعن الشيطان؟ ما يجدي شيئا، يفرح الشيطان إذا لعن، يقول أغضبت بني آدم، يفرح بذلك. الشيطان ملعون بدون أن تلعنه أنت، وإنما إذا لعنته فرح، يقول أغضبته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعتبر الحلف بغير الله دون قصد، هل يعد من الشرك كقولهم والنبي وغير ذلك؟ أولئك جهال، ما علموا وبين لهم، هو خطأ بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنهم جهال، يبين لهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الأضرحة؟ القبور، الأضرحة هي القبور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: القبور المبني عليها، القبور المبني عليها، هذه الأضرحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: داعية يقول أن كل حكام الدول العربية اليوم كفار، يقول كيف نرد عليه؟ ما نرد عليه، هذا جاهل. يعني التعميم وتكفير الحكام كلهم هذا يصدر من جاهل، ما يدري ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو الشرك في أسماء الله وصفاته، أو كيف يكون الشرك في أسماء الله وصفاته؟ أن يسمى بها غيره، كالعزة من العزيز، واللات من الله، ومنات من المنان. نعم، يسمى بها غيره، هذا الإلحاد فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للمسلم الذي يقيم في بلد الكفار أن يتحاكم إلى المحاكم في ذلك البلد ليأخذ حقه؟ إذا كان لا يظلم أحدا وإنما يأخذ حقه فقط فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أناس يتوقفون في صحة إسلام المرء الذي هو في الأصل من شعب مسلم حتى يظهر منه بعض مظاهر الإسلام، يقول هل فعلهم صحيح؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا بإسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سيارة هونداي إلنترا دال سين لام،
13880 يبعد سيارته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أي اسم من أسماء الله أعظم؟ الحي القيوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ العلم عمن كثرت أخطاؤه في العقيدة؟ لا، الحمد لله العلماء المحققون موجودون، ولو أن تسافر إليهم تستمع منهم ولا تأخذه من واحد فاسد العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: وإذا اعتذر وقال أن هذا سبق لسان، يقول هل وش اللي سبق لسان؟ الخطأ في العقيدة. يقول الخطأ في العقيدة، نقول صحح كلامك، تجنب هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يباح للطفل المميز أن يلبس خاتما؟ لا، مش فائدته من الخاتم، إلا إنسانهم يعتقدون بها الخاتم أنه يحفظها وأنه ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السبحة من الفضة؟ لا يجوز هذا، استعمال الأواني من الذهب والفضة ما يجوز، واستعمال السباح منها لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه طالب علم من خارج هذه البلاد ويعمل في هنا ويطلب العلم، يقول: هل لي أن أجعل ثوابها ثواب طلبي للعلم للوالدين؟ يدعو لوالديه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم اهتمام المرأة بوالديها أكثر من زوجها؟ زوجها له حق ووالداها لهم حق، تؤتي كل ذي حق حقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مقر عملي كان في مربض للإبل، فهل يقول في مربض للإبل، يقول فهل تجوز الصلاة فيه؟ نعم، تجوز الصلاة فيه، لكن إذا كنت تخشى أنها تأتي الإبل وتخشى منها أنها تصيبك فلا، أما إذا كانت بعيدة ولا يصلى في مكانها لا بأس، طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان في مجتمع ووسط يقول تكثر فيه الغيبة والحسد والبغضاء والشحناء، فهل يجوز له يقول الانفراد والانعزال عنهم والاهتمام بخاصة نفسه، أم ماذا يفعل؟ يدعو إلى الله ويبين لهم، ينصحهم، لعل الله ينفعهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز المداومة على الجلوس والدعاء في المسجد يوم الجمعة تحريا لساعة الإجابة، أم الأفضل الجلوس مرة وتركها مرة؟ نعم، تحري ساعة الإجابة في المسجد هذا شيء طيب، إذا إلا إنسان يبي يعطل أعماله وأشغاله فلا يصلح هذا، أما إن كان إنه ما له شغل فجلوسه في المسجد أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا ترميم في المسجد في الدور الأرضي، يقول ترميم للمسجد في الدور الأرضي، وصارت الصلاة تقام في الدور الثاني. نعم. وعندنا كبير في السن لا يستطيع الصعود ويريد الصلاة بمفرده في الدور الأرضي ويتابع الإمام، يصلي معه أحد، ما يصلي وحده، يصلي معه أحد من أولاده أو من المحسنين يحتسبون. نعم. يتابع الإمام، يصلي معه ويتابع الإمامه، هو في المسجد. نعم.
في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب ولي أم تحب أن أهديها هدية في عيد الأم، فهل يجوز لي إهداؤها؟ لا، أخبرها أن هذا لا يجوز، تخصيص عيد للأم هذا عند الكفار اللي ما يعرفون الأم إلا يوم واحد، يعني يجعلون لها عيد. أما نحن والأم ولله الحمد نعرفها في كل الأيام ونخدمها ونطيعها، ما نخصص يوم فقط للأم أو للمرأة أو ما أشبه ذلك، يوم المرأة يوم، الإسلام ما يخصص أيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أشرك شركا أصغر هل يدخل في النار لو مات قبل التوبة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها امرأة متزوجة وعندها طفل صغير تسهر معه طوال الليل، تقول: وأنام معظم النهار وأجمع صلاة العصر والظهر لفواتها، فهل آثم على هذا؟ نعم، تآثم على هذا ولا يجوز لها الجمع. بإمكانها توصي واحد يوقظها، تعمل ساعة عندها توقظها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تصح العمرة عن رجل كبير في السن مصاب بالوسواس؟ هو معتمر، إن كان معتمر ولا يرجى منه أنه يعتمر للمانع الذي عنده، فينوب عنه أحد من أقاربه ويعتمر عن عمرة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من ترك الصلاة تكاسلا وتاب هل يقضي ما فاته من صلوات؟ يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته، ولا يعيد ولا يقضي الأيام الكثيرة. أما إذا كان يوم يومين يقضيها، لكن إذا كانت أيام كثيرة تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدتي أرضعت طفلا مع أخي ولا تعلم هل أرضعت 5 رضاعات أو أقل من ذلك، يقول: فما العمل؟ هذا مش مشتبه، هذا شبهة، شبهة يعني يعتبر أنه رضع منها وصارت أما له بشبهة الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قبل أن أدخل دورة المياه أقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول: فهل يكفي هذا عن قول بسم الله قبل الوضوء في الحمام أكرمكم الله؟ إيه يكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جهر الإمام في صلاة العصر فهل يقول المأموم سبحان الله؟ لا، يمكنه يجيب الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ينتبه الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن رجلا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير لعذر، ثم أتى المسجد ووجد أن صلاة العشاء قد أقيمت، فهل يقول ثم أتى المسجد ووجد أن صلاة العشاء قد أقيمت، فهل قد أقيمت، فهل يصلي معهم العشاء ثم يصلي معهم بنية المغرب؟ فإذا قاموا للرابعة هو يجلس، إما أن ينتظر ويسلم معهم وإلا يسلم لنفسه، ما يقوم للرابعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
رجل عليه كفارة ظهار فصام شهرا واحدا وعجز عن صيام الشهر الثاني، فماذا يصنع؟ ينتظر يزول المانع ويكمل. نعم، لأنه حال العذر بين المتابعة فهو معذور، يكمل إذا شفاه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من كان جاهلا بأنه يجب عليه الاغتسال بعد الاحتلام وكان يصلي بعد الاحتلام دون غسل، فما الواجب عليه؟ وكان يصلي بعد الاحتلام دون غسل، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يغتسل إذا علم يغتسل، والصلوات التي مضت إن كانت قليلة يعيدها، إن كانت كثيرة فلا يعيدها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين بساعة تقريبا؟ إن كان جمع تأخير فلا بأس بالفصل اليسير مثل الوضوء ونحو ذلك، أما إن كان جمع تقديم فلا يفصل بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجزئ التيمم عن الوضوء لمن لا يقدر أن يتوضأ بنفسه إلا بمشقة شديدة لمرضه؟ نعم، يكفي التيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من جامع زوجته وأراد أن يجامعها مرة أخرى، يقول هل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة؟ لا، الاغتسال أحسن ولكن ما يجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل يجوز لوالدة الطفل الذي توفي أن تحفظ شيئا من شعره لأجل الذكريات؟ لا يجوز هذا ولا تحتفظ بشيء. نعم، شعره تدفنه أو تضعه في مكان مثل جدار، ولا تضعه في مكان ولا تحفظه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول القائل عندما ينسى اللهم صل وسلم على نبينا محمد؟ ما أعرف شيء من هذا، أنه يصلي على النبي. الله جل وعلا يقول واذكر ربك إذا نسيت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل اسم عزاه صواب؟ يقول اسم عزاه. عزاه؟ نعم. اسم بنت، اسم شخص، اسم بنت، يقول ابنته اسمها عزاه. عزه يسميها عزه، يسميها عزه، هذا معروف عند العرب عزه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم القول عند سماع الأذان هلا بالله وذكره؟ هذا من عند العوام، ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل باب الريان خاص بمن يصوم الصيام التطوع؟ باب الريان من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منه غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز قضاء الأذان؟ قضاء الأذان، كيف قضاء الأذان؟ ما أدري إيش هو قضاء الأذان. متابعة المؤذن
متابعة مستحبة. نعم نعم. يذكر المؤذن إذا انتهى المؤذن، يقول لا لا لا، متابعة وقت الأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه إمام مسجد ولكنه يقدم من هو أفضل منه قراءة وصوتا، يقول هل فعله صحيح؟ لا بأس بذلك. طيب نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما أفضل كتاب يوضح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن فيه رسالة للإمام أحمد رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يراجعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الذبح في عيد الأضحى بنية العقيقة والأضحية؟ لا، العقيقة شيء والأضحية شيء آخر، ولا يجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تلزم قراءة سورة البقرة كاملة في البيت حتى تحصل البركة؟ تلزم؟ نعم. لا ما تلزم، ما تلزم، لكن إذا أراد الفضيلة وأراد أثر هذه السورة يقرأها من غير إلزام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول شخص في كل فترة يعطيني مبلغا من المال صدقة أو زكاة، يقول يعطيني في كل فترة من المال صدقة أو زكاة، ويقول لي تصرف بها وأعطها من يستحقها، فأعطيها بعض أقاربي ممن هم بحاجة لهذا المال، فهل عملي هذا؟ لا، ما يجوز تعطي أقاربك، هذه أمانة، ولا تعطيها لأقاربك إلا إذا أذن لك، إذا أذن لك استأذن منه، وإذا أذن لا بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما عدة المرأة التي دورتها غير منتظمة؟ نعم. يقول ما عدة المرأة التي دورتها غير منتظمة؟